نسمع الآن الأحاديث المانعة والمحذرة والمحرمة لاقتناء الكلب لغير حاجة. واحد، عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. إذا ماذا يعاقب هذا الذي يقتني الكلب لغير حاجة؟ نعم، كل يوم ينقص من أجره قيراطان. كم القيراطان؟ مسكوت، لا نقيس على قيراط من صلى على جنازة كالجبل العظيم وكالجبل أحد، لا، قيراطان كم؟ الله أعلم. من الحسنات، هذه أمور غيبية، لكن ينقص من حسناتك. صليت لك حسنات، اقتنيت كلب راح خص منها قيراطان. وزوجتك اقتنت كمان كلب، طب انت كلكم راع ومسؤول رعية، انت آثم عندما تسمح لزوجتك ان تقتني كلبا، انت آثم عندما تسمح لابنتك ان تقتني كلبا، انت آثم عندما تسمح لابنك ان يقتني كلبا لغير حاجة. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الحديث التالي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشية. وفي رواية مسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجله قيراطان كل يوم. طبعا علماء الاصول، أصول الفقه، يقولون كلبا نكرة جاءت في سياق الشرط فهي من صيغ العموم، أي جميع أنواع الكلاب سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، بلدي ولا مستورد. لكن هناك حديث يحسن غير واحد من أهل العلم، قال: إلا الضاري. إلا الضاري يعني الكلب المسموح باقتنائه الضاري. إيش هو؟ المدرب، مثل كلب الصيد، وقلنا كلب التفتيش في الجمارك، والكلب البوليسي تتبع الأثر وكشف المجرمين وكشف المخدرات و و و و و فهذا لا حرج على بناء على هذه الرواية. وهذه رواية وإن كان أهل العلم اختلفوا في صحتها، لكن جنح غير واحد من أهل العلم منهم شيخنا الألباني إلى صحتها.